اعرف وجودك النهارده في مهرجان مهم زي القاهره للدراما. جدا مبسوطه ان انا كرمت اول مره فيه ودي تاني مره، بس عاملينه على مستوى راقي زي ما انتم شايفين، معمول في هنا في العالمين. وبعدين بنشكر الدكتور اشرف زكي. انا مبسوطه جدا ان انا موجوده هنا النهارده، وكنت حريصه اني اكون موجوده. انا بس اسفه بعتذر عشان صوتي رايح، لكن طبعا انا ليا الشرف اني اكون موجوده في اي مهرجان بيحصل في بلدي، دي حاجه بتدعو للفخر، وبكون مبسوطه قوي اني اشارك فيها. تنظيم حلو جدا، ومبسوطه ان هو موجود في العالمين، ودي حاجه تطوير كويس، وده يعني دعايه حلوه جدا للمدينه وجميله جدا. احب اشكر دكتور اشرف زكي على المجهود الكبير اللي عامله، احب اشكر الشركه المتحده، احب اشكر المسؤولين عن هذا المهرجان، وانا ليا الشرف اني اكون احد المنظمين بما اني عضو مجلس في النقابه في الدوره اللي فاتت والدوره دي، ولامس الحقيقه مدى تعب زملائي وخاصه دكتور اشرف زكي الحقيقه، لانه بيبذل مجهود غير طبيعي. احب اشكر دكتور يحيى الفخراني، احب اشكر لجنه التحكيم، احب اشكر كل الفنانين اللي شرفونا النهارده. اثر بهذا المهرجان وخاصه انه اقاموه بمدينه العالمين الجديده، فانا بهنيهم على هالفكره الرائعه، لانه هيدا صرح سياحي حلو انه تشجعوا السياحه من خلال هذا المهرجان، والجو بجنن والمنطقه حلوه كثير، وحلو انه نلتقى مع زملائنا ونجومنا الكبار هون. مهرجان للدراما، يعني طبعا احنا دايما مهرجانات سينمائيه، فده مهرجان للدراما، ودراما انت عارف الدراما المصريه دراما مهمه جدا، ويعني وتاريخ طويل، فاكيد المهرجان ده مهم بكل المقاييس. اقول لك انا مبسوط جدا ان مهرجان الدراما معمول في العالمين الجديده، لان العالمين الجديده وجهه سياحيه رهيبه جدا وجديده جدا على اعلى مستوى، فبالتالي عندك مهرجان في كوكبه فنيه زي اللي انت شايفها دي كلها، وكميه المبدعين وكميه النجوم من جميع المجالات في الدراما، والاحتفال اللي احنا 60 سنه دراما دلوقتي في مكان زي دوت، فدي حاجه جميله جدا جدا، مهرجان جميل جدا على اعلى مستوى من الكفاءه يعني. والله انا مبسوطه بمهرجان الدراما، ومبسوطه انه بقى في مهرجان بيقام للدراما، لانه في مهرجانات للسينما والمسرح، فكان لابد من وجود مهرجان للدراما، خصوصا في ظل الاونه الاخيره انه الاعمال الدراميه كترت جدا الحمد لله، فلازم يبقى في ناس بتقيم الاعمال الدراميه يعني، وبتقيم الفنانين وبتقيم كل العاملين على الدراما يعني. فالحمد لله كمان الدوره الاولى والدوره الثانيه ما شاء الله انجح من بعض، فيا رب عقبال الدوره المليون.